صباح الخير يا أصدقاء، سلام عليكم. مش كتعاودوا أموركم هانية صحيحة مزيانين نتوما؟ قشوني الله غادي نمشي نحسن الكاو تكنيك زين شوية ناشطين، ولكن راه العذاب المبين الدري في النار والله الصاد، ولكن غنضربوا الطريق باش نوصلوا. نتلاقاو دابا شوية الدراري، تهلاو لي فروحكم باي. ها انتم الدراري حنا دابا عند حلاق، وما نلقاو حلاق مغربي هو الفرد السمك الله عشيري محجوب شرفي معك فهد بزويله بغيتي تفرجت هنا. غنقادو دابا الدراري تبوكيسا وكذا باش ناكلوا واجدين العشيه. شوفوكم اخوتي تحياتي. بطبيعة الحال ما كاينش اللي يعرف يحسن لك قد مغربي الدراري فين ما مشيتي بالرجل قلبو على المغاربه. شو انت كنب محجوب نرجعو عندو الدراري عاوتاني باش نشكروه، حيت صراحة دار خدمة زوينة الله يعمر ليه الدار ولد مكناس، وتحية للدراري ديال مكناس. كنشوفكم الدراري دابا مشيو للوطيل، قربنا نوصلو ندوش نبدل حوايجي ونوجدو راسنا أننا نبداو نديرو ليزانترفيو مع لي جوار اللي غيكونو حاضرين. تيم فالكنز، تيم نصر، تيم يونايتد جيمين، وتيم ار 8 كاملين غادي نحاولو ندير معاهم ديزانترفيو بيرسبكتيف ديالهم قبل ما نبدا في سي ال. و ميم طون غادي نديرو ديزانترفيو مع الكونتنت كرييترز الانفلونسرز اللي كاينين كاملين هنا ديال فالورانت باش نديرو معاهم كونتنت تاهما. دونك ما غيكونش غير ديزانترفيو، غيكونو تا كونتنت انستغرام تيك توك. سو بي دير جو تشيك وراكم تما. وحنا الدراري دابا كنوجدو راسنا باش نمشيو ليفينمون باش نتلاقاو مع الناس ديال فالورانت، نتلاقاو مع الدراري اللي غادي يلعبو التورنوا التيمات اللي قلت لكم ديال فالكنز يونايتد جيمين كون ار 8 ونصر اي سبور. الدراري غادي نحاولوا نديروا معاهم دي زانترفيو اليوم باش نخليهم يتفوكسوا اكثر على لي جيمز اللي عندهم بور لو فيوتشر. الدراري اني واي هوب يو انجوين ذا كونتنت، هوب يو جوين ذا فلوغ. قالينا والو الدراري بقى لنا 5 جوغ ماكس ورجعوا حالتنا للبلاد، وتماك رجعوا اليوميات ديالنا وغنديروا عاوتاني كونتنت جديد. سو راكم تما، نخليكم تنتلاقاو ان شاء الله في الفيديو. بيس. السلام عليكم الدراري، اتس بي سي ال دي اخوتي كيف كتعرفوا. اليوم انا وشادوزا بديت تبني في الفرنساوي ناصر ناصر اي سبورت كونتنت كرييتر، شادوزا معانا. وانا اليوم غادي ندير افري انترفيو مع افري تيم، وغناخذوا تصويرات مع التيمز وغادي نقدمهم لكم تعرفوهم دو لوان. غادي نعرفوا الرواس اللي كاينين، نعرفوا العرب اللي كاينين، نعرفوا لي كابيتين ديكيب، ونعرفوا حتى الارتسامات ديال لي كونتنت كرييتر اللي غيكونوا حاضرين معنا في الفينيو. و او ميم طون غادي نديروا لايف يوتيوب تويتش، غادي نديروا فيه واتش بارتي، وغادي نديروا سوم ريلز ان انستغرام. كاين بزاف تاع الكونتنت الدراري غادي تفرجوا فيه معايا اليوم الدراري. اتس في سي ال داي اند اتس تايم فور مينا تو جو بيج اند وي ويل ميك ات بيج. الدراري يلا تحياتي لكم، خليكم مع المناظر اللي كنشوفوا قدامنا دابا حاليا. تهلاو يا فرح. جود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزوية معكم اليوم الدراري، كيف كتشوفوا من الاي سبورت وورد كاب اخوتي. اليوم عندنا فالورنت كيف كنقول لكم ديما، احنا وصلنا غادي نشوفوا، غادي نتلاقاو مع الدراري، غادي تتبعونا كاملين الدراري تشوفوا داكشي اللي غادي يطرى من الداخل، وغتكونوا حاضرين معنا من واتش بارتي. كنشكركم على السيبورت ديالكم، قلوب عليكم كاملين، وتحية لكم من السعودية الدراري. وكيف كتشوفوا الدراري حنا وصلنا للبلاصه اللي غادي يدار فيها ليفينمون. هنا في غيكونوا ستيج هو اللي كنتو ديجا شفتو في عربي ليغ، غير هو دابا الباك جراوند تبدل ولا في سي ال مينا الدراري. دونك من تماك غادي يكونوا كاملين حاضرين، غادي نديروا الواتش بارتي ديالنا وتراي تو دو كونتنت ولا هاف فان. وراكم تما اخوتي، تهلاو ليا فروحكم، نتلاقاو دابا شويه. دابا غنحاولوا ندخلوا نشوفوا الدراري لي بوزيسيونمون ديالهم. دونك غنشوفوا تيم فالكنز من هنا، وهنا كاين التيم ديال نصر. تيتين 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 جاسوس جاسوس انا جاسوس. اول دير
بس نشارك، هدفنا اكيد المركز الاول، بس راح يكون يعني صعب ضد الفرق الموجودين حاليا لان كلهم مستعدين، وان شاء الله نسوي ابسيت ونشوفونا بالجراند فاينل ونفوز كمان. بالنسبه للسيزون الجديد راح يكون في تغييرات بمعظم الفرق العربيه، فريق نصر راح يكون اكيد مهتم بكل الدول، ومن الدول طول اكيد موروكو، فأكيد يعني كان لنا لاعبين قبل زي كابتوزيو ولمينيون وكليفرا، فأكيد يعني احنا مهتمين بالمغاربة. 2-1 فور نصر. اها سايد بيست اكيد. اوكي سو سايد بيست ذا بيست. What is the Asian you love to see inside this jet only? Yeah. Only jet? Yes. Is your inspiration on it? Yeah, I want to be like inside. Oh, Habibi. Let's go. Hello, I'm Zen. I'm a Joe for Nasser Valorant. And today we're going to play against Falcons. So we are ready. We were working hard last 2 weeks. And I feel we reached our, like, one of the best forms yet. So we want to see how far we go. Our goal gonna be is to take top one, nothing less. Thank you. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم بزويا مطر. ما تتدرب على اليوم؟ فالكنز مقابل مع اللاعبين بإذن الله. فالكنز و نصر. Let's go الدراري. هنا معنا الأستاذ الأسطورة بيست ومع الانترفيور الرائع طرح. Go ahead. تمام. كيف فزتوا؟ كيف بنفوز دائما؟ كيف بنفوزوا دائما؟ نفس الشيء. لا كلنا صعب. كلنا صعب. ايش هالسرجات اللي تبعتوها ضد دارين؟ ليش لعبتوا بس اليوم؟ صراحة نحن يعني آخر تدريبات لأن خلاص يعني كنا كونفيدنت يعني في أبس يعني ما خسرنا أول مرة بالمراكز خلاص يعني كان أحسن في اختيار لنا وهو أفضل اختيار لنا لأنه ما بيعرفوا إيش عنا ما من أول مرة كلها ما عندهم ريد عنا يعني يعني المابتين كانوا أفضل اختيار لأنهم ما بيعرفوا إيش عنا يعني ما في شيء أنت زهيبي أنت استوات ولا شيء كان يعني بصفة إنديفيدوال نحن إنديفيدوال عارفين إنه إحنا أفضل. هل تلعب أمام مرة ثانية ممكن؟ أكيد. الفريق الثاني أكيد. أي حدا بعطينا فرصة نلعبها. الله يعطيك العافية. شكرا يا بيست. يا أسطورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا الأسطورة خالد الفائز اليوم أمام مصر. إلى سبر. كيف كانت المباراة لك يا حبيبي؟ المباراة صراحة كانت سهلة. بالفعل حسيت إنه قوية. سبايسي في الأول ما. والثاني ما بقينا خلاص. Okay, and for the next game, are you prepared to win the game? Because now I think أنتم في النهائي. أنتم direct now in the upper final. Okay, the upper final for you. أنتم هتعملوا نفس الشيء مع نصر, or you will wait until you see the game of United Gaming و R8. لا, we're preparing it for all teams. We're getting كل الأيام ونلعب hard for the next game. جي فالكنز ار ذا بيست ان ذا بيجينينغ اوف ذا يعني جي جي ويل بلاي لكم وان شاء الله الجيم حنشوفها غدا ان شاء الله اون افتر توداي كاتش يو نيكست تايم خالد جي جي ويل بلاي حبيبي صحة وعافية هلو يو ار هابي اباوت ذا جيم او ماي جاد يو سي ذا جيم يا واتش ات لاو فور ذيس جيم وات از يور ثوتس فور ذيس جيم ماي ثوتس يا يور بريدكشن بريدكشن بلاينج اكشلي ار 8 So you're against me, against my the team, against team of Wingman. You love the Wingman, by the way. I love it. It's so beautiful. Mm. I love it. Thank you so much for the gift. I can give you my life, and that's not a Wingman, by the way. Fair enough? No, she will cry. It's an emote. I got a picture for it. Tell me the prediction. I have it. I have it in the streaming room. 2-0. Easy, fast. And you? 2-0. 2-0. Everyone is 2-0 here? Bro. Okay. Sari al Fadi? Okay. The Russian people will go back. Bye-bye. نحن مع اليونيتي. لابسين الدراري التونسي اليونيتي اللي عطونا gift. Now we will go and support them in the watch party. For the second map, we lost the first, but we have the second map at the end. حصل بتعمل ايه؟ They are spamming the game again? Not yet. Not yet.
نسيت نسيت دلا از هي هافين فن برو وي ويل بوث لوز ذا جيمز. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم الاول انت في الدي سي ال فوز فالكنز وفوز ار 8، يعني نعرف الان ان عندنا مباراه غدا هتكون فيها تشويق جميل ما بين يونايتد جيمنج اند اولسو هتكون مع بين نصر اي سبورت. كاتشو تومورو جايز، مع اخوكم بزويا من المغرب، تحياتي لكم. اوكي، فريق يونايتد يمكن كانوا كونسيستنت اكتر في خريطه ايس بوكس، بس للاسف ما حلفهمش الحظ في لوتس. لوتس كان ممكن يلعبوا الهاف الاولاني في رايي احسن من كده، 8-4 ما كانش احسن نتيجه يقدروا يهدوا بيها الهاف الاول، سبيشال ان هي خريطتهم. مع ذلك في ايس بوكس اللي هي مش خريطتهم عملوا كام باك من 5-0. وزت منتال، وزت ان الشباب ما كانوش جاهزين انف، وزت ان هم حاولوا بس سيمبلي اري كانت احسن. يو نيفر نو، في حاجه كتير بتحصل وراء الستار. بكره هنشوف ان شاء الله فريق يونايتد بيلعبوا مره اخرى قدام فريق نصر اي سبورتس. نتمنى ان فرصتهم ان شاء الله دايما تكون احسن، ونتمنى دايما ان المنا ريجن يقدر يشرفنا حبيبي. الجيمز كانوا بيرفكت اونست، سبيشال الفيرست بيست اوف 3، خاصه ان نصر هما اللي ربحوا، هما اللي خسروا وفالكنز هما اللي ربحوا. ما كانت كلوز جيم على الاخر الحقيقه، استمتعت برشا اني باللي اتفرجتوا، وكان جيم حلوه برشا. وسكند بيست اوف 3 رغم اني فما برشا روسيين، واحنا الحقيقه نحبوا اكثر معناها المنا جيم، لكن راسي من جديد ان شاء الله غدا الفاينلز تكونوا بين عربيك بيست راشل اكشلي. فروم ماي سايد انا شجع عربيك، شجع فالكن، ولاول مره في حياتي شجع فالكن، بس دي مش شعرات. اها، سو اي هوب ذي غانا دو ات وما يكونش عامل كيرس. يلا باي جايز. باي. هزيد من اللعبه دي كلها ان انت تبقى اقل قيمه كروت في ايدك، ان انت مثلا معاك 10 20 30 انت عايز الكروت المفروض دي تبقى بواحد بصفر، قيمتها قليله. بس دي فكرتي. واحنا جينا الدراري وصلنا فاينلي لاجان دي 2، دي 2 اللي غادي يكون فيه اللوزر براكيت والابر فاينل. غادي نحاولوا نوريكم كاع الماتشات كيفاش غادي يدوزوا، مي اون ميم طو غادي نستريميو ستريم ديالنا كي ديما، دونك غادي نتلاقاو في تويتش وغادي نشوفوا بعضياتنا. تشيكيو داكشي اللي غادي يكون اليوم. عندنا الماتش الاولاني النصر في اس يونايتد جيمين في اللور براكيت، وعندنا الابر فاينل اللي معروف اللي هو تيم فالكنز ضد ار 8. راكم حضرتوا البارح واليوم غتحاولوا تحضروا معنا. سو كيف كتعرفوا الدراري، حنا دابا خرجنا ندخلوا شي بونز. كيف كتشوفوا الماتش راه بدا 2-0 ليونايتد يونايتد جيمين دو داي. قعدنا فرصة مع هنا وي ار هير تو تشير فور ابنيزي البرادر ديالنا اللي ديما كيسبورتينا في ستريم. سو حنا نسبورتيو شوية في التيم ديالو، عطانا جيرزي از ا جيفت وعطانا درابوات باش نعلقوهم في البيت في ستريم. راكم تما الدراري، انا خرجت ندير ويمشي بوز في مات خفيفة ظريفة ونعود نرجع معايا الحبيب الاسطوري بابجي موبايل يا اسطورة فلانك. راه وري الدنيا برو. والله الا بي انا حبيبي كلشي مزيان، ولكن باين عليك عيان يعني. خدمة خدمة خدمة، ست مباريات في كل يوم ما سهلاش. واو شفناها، كنت حاضر خديت لقطات من بابجي موبايل، غناخذ لقطات من اللايف ونزيدوها في الفلوق. تحية لك حبيبي وساعة سعيدة نشوفك هنا في السعودية. والله الشرف كله لي. ريال فلانك الدراري غتلقاو اللينك ديال الانستغرام ديالو، جو فولو هيم الدراري، سبورت هيم، جود فاكين كاستر الدراري، اي ريلي لوف هيم اخوتي والله. حبيبي حبيبي انت شوفوك اساطير الواتش بارتي. يور جود جايز، حسي هاي تو ذا فلوج يا رجاله. شوفوا هنايا كتشوفوا هنا الدراري، تشالنجر مين هنايا الدراري ديال النصر. هنا التصويره ديال اليونايتد جيمين، ومن هنا غادي تشوفونا يا لاسين. غادي ندخل لكم لاسين. واو كانوا رابحين. ابقى تو في سماس 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 فيك مع الشو ستوبر نير كذلك حاضر يا نايت فول. تكون بوست مان صعب على مصر، ولكن معاهم لو يتحضر مستر سكي ممكن ديلي فيها. ايه عشو. وكيف شفتوا الدراري سالت الجيم ديال الثانيه، دابا مشينا للثالث جيم اللي ديسايدي ما بين النصر ويونايتد جيمين، شكون اللي غادي يمشي اللوزر براكيت فاينل. باش نتسناو من موراها الجيم مع تيم فالكنز وار 8 غتكون نار نار حبيبي نار. لوكال تيم مع ار 8 شكون اللي غيكون معنا، هما الاولانيين في البيك فاينل اللي غادي تكون نهار الجمعه ان شاء الله. حضروا معنا دابا شويه الدراري، نشوفكم من بعد. تحياتي. واش الدراري واش اخوتي واش شران، جيت غنقول لكم الدراري كسرت الجيم
الثانيه ديال النصر اجينست يونايتد جيمين ربحات يونايتد جيمين. غتمشي ان شاء الله الجيم الثالثه غادي نحضروا لها دابا من الكرادا ونوريكم شويه اللقطات من بعد ما سالينا ستريم ديالنا. كيف عارفين الدراري اللي كنديروا يوجلي افري تايم في الوقيته اللي معروفه اللي هي الربعات العشيه السعوديه حتى العشرة الليل كنزهاو فيها كنبدلوا فيها شويه الكونتنت على الفلوق ناخذوا منها حتى شي كليبات شي لقطات من الواتش بارتي كلشي غادي يكون حاضر معنا اون ميم طو الدراري كونوا حاضرين وغادي تشوفوا معنا حتى تيم فالكنز اجينست ار اتش وغادي نعرفوا شكون هما فيرست اللي غادي يكونوا معنا في البيك فاينل اللي غادي يكون نهار الجمعه وشكون اللي غيكون في اللوزر براكيت فاينل. تحياتي لكم الدراري. ولا يا ترى مع فانتوم يا ترى مين اللي اداله الفانتوم ده يا ترى يا ترى في ثالث راوند قالوا لي غير ما يشتري ولا حتى ليتس جو. هذا يسولف فاضي يسولف فاضي بس هي قول بس اكشن هو خايف يبيع البيض. قول قوم اتحداك لا بعد 5 7 لا ترى لا هو جابي نصر لا يا حبيبي مو على مع ضربه خلص الجيمي يا ابو انت مستنيني انا هذا it's time for the final راكم تما ار 8 against team falcon team local تلاقاو دابا شويه في ستريم غنتفرجوا فيه كاملين في سي ال راكم تما جديد ستريمر مصري على الله على الله. ايه رايي في اللي هيحصل النهارده؟ فالكونز هتكسب ار 8 2-1 الماتش كان كلوز قوي ممكن ار 8 تجيب اول جيم تبقى الكلام اللي فاضل اللي هيحصل لما فالكونز هتكسب النهارده فالكونز اف دي وين توداي دي وان ذا اوكي بيجيبهم شكرا يا سيدي دو رايي على المباراه اسهل ماتش ربحتوا ابنيزي يا برو. احنا ربحنا بالروح يا حبيبي ربحنا بالروح الروح الحلوه ما كسرنا فيهم بايسن خدنا حقنا يلا راكب مشكله يصبر لعيبه حلوه لعيبه رابعه يقول احب اللعب. كيف كتشوفوا الدراري وصلنا المبتات يا اخوتي جوبونس كو كتفرجوا جوبونس كو شفتوا لقطات نورمالمون كنمشيو مع الوحده جوج الليل يلا غتبدا الجيم راكم تما كتوني يلا كتكاشات السون شويه مع الكاسترز ضحكي معاهم شادي معاهم السون خليكم مع الجيم خليكم مع شي لقطات وراكم تما. كان قاعد وشكون ما حيربح شكون فالكنز سمح لي يا خويا الله يعاونك سلام فيا وشكون 10 5 هادي غتكون من البيهايند سين والله عبودة يا العبودة يا العبودة تحياتي لك عبودة سلام سلام خويا سلام عليكم. اي فريق اخر حازم الحق تنخاف اليوم ولو كنت ار اي مش عارف يكون عندي كوابيس اليوم. ألف حساب لازم يتعامل من فريق مصر بس من فريق ار اي على حسب من النهائي قبل فاكس قدام فاينلز ولساتسو قدام اكيد الستاتس موجوده امامنا واكاي ارقام تتكلم فعلا الشكوك اللي كانت موجوده على نيون او يورو اثبت ان نيون افضل لاعب بشكل كبير جدا الاجريسيف بلاي اللي كان قاعد ياخذها ابدع تالق كالعاده ولكن سؤال الان بعيد عن الاحصائيات اذا في اي تعليق عليها حضور ار 8 ار 8 الان بتكون من وجهه نظري انه ممكن نقول انه بيكون عنده فرصه افضل بس هذا علق انا بتفاهم مش مشكله صار خليني اقول لك انا حتى على فرصه اقل انه من لوبل كلنا انه اليوم البست اوف ذا سيريز هذه بنشوفها على نسخه مقلصه للجراند فانز مفروض نشوفه اذا كان رأيت تعيد التاريخ اللي صار بينها وبين النصر انها تشوف ضدهم ثلاثة عايز انام سبيت 1 صح؟ سبيت 1 واليوم عندك حبيبي يا سن ارجع غريب اخويا شوف غريب اخويا اثبت سيطرته وهيمنته والدراري
شكرا لكم كالعاده على هذا التحليل الرائع. نحب نقول مبروك لفالكنز الفوز، هما اول فريق باش يكون موجود معنا في النهائيات في الفي سي ال، هذاك علاش معنا المره هذيا بابا بيست مره اخرى. ولكن ساند خلينا نبدا بيك بابا بيست، هاو واز ذا جيم، هاو واز ذا فايب، هاو واز ايفريثينغ، خاصه انه خسرتوا الجيم 2. بصراحه يعني ما كانش فيه منافسه الصراحه، هي مبدو بس يعني كان في مس كوميونيكيشن شويه وكده، بس احنا كنا عارفين ان احنا هنكسب السيريز دي ايزي صراحه. ايزي الحقيقه انا ديما متفائله بيكم، نشوف فالكنز قاعدين يلعبوا الحقيقه مستانسين ان نشوفكم انتوما التوب 1 تيم في الفي سي ال. هتتصور المره هذه بنشوفكم التوب 1 اجين، ولكن ضد مين؟ والله they want to help نصر، now they need to help themselves. هل توافق بابا بيست في انه لازم they help themselves؟ ايه ما تفهمش. هل توافق بابا بيست انه لازم they help themselves؟ اكيد الروسين لبعضيهم بقى ينزلوا ويتخانقوا مع بعض. ايوه نشارك لكانت المرة هذه، شكون البلاير اللي تنجم تقول تدعمكم شوية في الجيم؟ بالعادة يعني وينتري بس الماجي مع السبت ماشيين يسالوا يعطي نفسه. بابا بيست أكثر واحد يعطي روستنج للناس، فخليك أنت تعطيني كلمة إن جيم هاو إت واز ذا فايب، أنتم كيفاش كنتوا حاسين بعض أز بلايرز؟ يعني الفايبس كانت حلوة أوي الصراحة، يعني حسيت الفايبس اللي هو لما كنت بلعب مع رعد والاجواء دي السنه اللي فاتت كانت يعني حسيت الناس بتهايب، يعني الموضوع كان حلو يعني هارد ريت عالي وكل حاجه تمام يعني الناس الكل كان دايين شي فور يو. ساند مش ناس يكونوا مع ذا اذر تيم، كان مش ناس يكونوا مع رعد، كنت ديما نشوفه كحد ضدك، المره هذي حسيتك لايك بابا بيست از بيبينج ساند ان ذا تيم از نيو اللي هو اخر اديشن في التيم، فحسيت انه يو تيكينج كير ا لوت اوف هيم. يعني I need to get him confident، يعني الشباب اللي معي صاروا 4 سنين معي يعني خلاص بس ساند حبة حبة. يلا نعطيك اخر كلمة بابا بيست، البارح في الانترفيو كانت الكلمة اللي اتقالت انهم هما they will help النصر انهم they win انه to be in the final، فخلينا نعطيك انت الاجابة حق الرد. خرج يا بوبيتكا. شكرا لكم بابا بيست وساند على هذا الانترفيو، كنت معكم انسي، خلينا نرجعكم للديسك. اتس اجين البرادر جاكم بزويا اللي دابا جاي يقدم معكم على النار دي اليوم اللي هو اللوزر براكيت فاينل. الدراري غادي تكون ما بين النصر وار 8، اليوم غادي نسبورتو برادر جينا شادوزا، دونك غالبا غادي نديرو واحد الواتش بارتي، ولكن غنمشيو ايرلي اجين باش نستريميو وندري ار دي وفالورانت، نديرو بروموسيون راسنا عاوتاني، شحال ما درنا ستريم، شحال ما ضحكنا، شحال ما قشبنا، ونجدو راسنا التراي هارد اللي غادي نديرو فاش غنرجعو للمغرب ان شاء الله. دون تو لي كا الدراري ميرسي على السبورت ديالكم، ميرسي على الحضور ديالكم، ميرسي على الكلمات اللي كتصيفطوا لي ديما الدراري في انستغرام، او راكم تما الدراري. وي ستيل هاف تو دايز، غد اليوم اللوزر براكيت فاينل، غدا البيك فاينل، جوج غيكونوا فيهم واتش بارتيات. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلو شدوزة. Today you win. هتفوز هتفوز هتفوز. خمسة مباريات 3-0 أو 3-2 أو 3-1. Choose. You choose. 3-1 للنصر. 3-1 للنصر. أقول 3-2 للنصر. أنا معك كده يا راجل. من قلبك. من قلبي والله. I see you happy. I'm happy too حبيبي. يا حبيبي بتشتمني بالفرنساوي وبالانجليزي وبالعربي. وصلنا اخيرا يا سدوزة، وصلنا للفينيو بوليفارد ولا الفينيو بوليفارد. اليوم مباراة مهمة عندك يا سدوزة، عارف لو كسبنا نروح بليز ان اسنشن. اسنشن ليتس جو ليتس جو. يعني نصر اليوم عندهم فرصه انهم يمشوا الاسنشن، الدراري خصهم غير يربحوا 3-0 في البيست اوف 5 انت ايزي. شجع النصر اليوم علشان حبيبنا شادوز. لوك ات هيم هي سو ستريس اب. دونت ستريس برو، دونت ستريس برو. انا مش ستريس خالص. وي ويل سي ذات ان ذا جيم، كاتش يو ذير الدراري. يلا
برجر. انت فرحان؟ اسطورة اليوم. انت فرحان ولا كاهي يا برو؟ بص فرحان ازاي؟ فرحان؟ شايف الفرح دموع الفرح وانا دموع دايما دموع دموع. Why are you bro? Be positive bro. Be positive يا برو. ها واخدين راحتكم؟ هانيا زها معاهم برو ويلي. انت مزيان؟ زاهي باهي؟ رأيت البارح طحنا النصر البارح. لا مش البارح. ما لعبوش مع بعض. ما لعبوش انا بجوجهم في السيم ريجن دراري. ايه. شادو هسه. شادو. زقنا اللاست راوند صاحبي خرجنا خرجنا جوا وزقنا اللاست راوند كان صحابهم غيمشيو اوفر تايم سبونسالات ار 8 هما اللي ربحوا اكانس النصر. نمشي دابا نوريكم الاجواء اللي كاينين في الستاديوم ونشوفوا مع شادوز الاحساس ديالو واخا هو خسر ولكن هانيه زها الاسطوره الاسطوره حبيبي 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 برا برا. You did it to me yesterday. You did it to me yesterday يا شادوزا. I was your friend and you did it to me yesterday. خلاص خلاص. دراري اللي ربي. دوم الدراري اللي شي شي is preparing for the interview. ستار فور فرحان حبيبي. انت فرحان؟ فرحان صوتك راح نورمال برو. جي جيز جي جيز يا ستار فور. فيوز هل يفعل على ما يبدو وكاي ما عنده حتى حد غير ان يفوز بهذه الراوند؟ مش معقول. ترجع له من جديد. اكاي 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 يا اعزائي المشاهدين الاسطورة اكاي ينقذ فالكونز مرة اخرى. الله على ذكاء يعرف انه مش سامعين الديفيوز بالكوسميك ديفايد ولكن الانجل اللي قاعد ثندر تم استعملها في السايت. اكاي هل يعرف انه مكانه في هذا السايت ولا اول والثاني؟ اكاي ممتاز يمنع البلانت اخر 20 ثانيه. فريق ار 8 مش قادر يوصل للسايت. هذه الشو ستوبر موجود. اكاي بالتريبل كيل. الله على الابداع وموبي الكل الرابع. يبقى لامونير ما عندوش الوقت الكافي خلاص. باي باي فلولس راوند للصقور. فلولس راوند لانهاء الشوط الاول بافضل سي. يستاهلون الشباب قدموا أداء جميل جدا ومجهود جبار. بالدور 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 جمهورنا ما تجون على آخر الوقت وتسكتون. نبي أقوى تشجيع لأفضل فريق موجود لحد الآن. أعلى أعلى. مستحقة. بعد باقي واحد ما شال. Why you don't stop? Why you did stop singing? أعطينا مزيكا برو. وتزود نار ونار الزاد. الجواب من نجاريتو. غني برو مورغان. غني غني يا مورغان حبيبي. ما تغني من انت ما تدير والو. انت هو يعرف ياكل هو النوغتس وشريمب. يلا عم قلع. يلا شباب المدرسه يلا نطلع. السلام عليكم الدراري. المهم خوكم شوية عيان بارح ركب. قلت لكم إني واحد نزلة اللي خلعتني نكون رامون كاو تكنيك. الساين فور أس رجعوا المغرب إن شاء الله. شتو الطريق ديالنا إن شاء الله ونشوفوكم تماك أخوتي. خليكم مع اللقطات راكم تما. أنا كيف كتشوفوا الدراري ركبنا دابا مع أسعد تحياتي. غادي في الطريق إن شاء الله لارومبور. كيف كنقول لكم الدراري كانوا الابس اند داونز. حياة زوينة. تعلمنا بقينا غاديين دوزنا
باركن جميل في السعودية. جيت نهار مي شهر كامل وحنا في السعودية. هذا الوقت اننا نرجعوا ان شاء الله المغرب وراكم مجمع الدراري تلاقاو في ساعة الخير. بقيت نشوفوا الدراري ريحنا شدينا بلاصتنا الحمد لله. دابا كنعطينا واحد 5 دقائق ونشطوا الطريق ديك الساعة نقول لكم شي لقطات ديال الروتور كيف ورينا لكم الروتور لالي. نشوفكم في الدار البيضاء اخوتي. تحياتي لكم وستريم بيناتنا. الحمد لله وصلنا لعين سبع الدراري من بعد ما شدينا الدران واقفين ساعة وسويتشينا وبدلنا. دابا نمشيو نشوفوا الوالدين وراكم جمع. ودابا كتدخل الدار كتلقى مع ماريو وغو غو غو ايش يقول الاخر قال لها غوجو غوجو فيغيتا. ترى شحال توحشت الجلسة هادي الصاد ساد لي اليوم من اوستريم ولكن فهمتوني مجلسون شتو السون في البيت. قصروا شي قيميزات اللهم بارك.